الشباب في إطار الشراكة مع جمعية التنمية والشراكة من أجل الخدمات والثقافة كرأسها الأستاذ عبد الله أجوبي من إيطاليا. لكن في هذه الشراكة جاء الوفد من إيطاليا باش يزور المغرب ويطالع على وضعية المهاجرين الأفارقة وكيفاش انتقل المغرب من بلد عبور إلى محطة صفراء. هذا هو النشاط اللي جاء بحضور إعلاميين وأفارقة وجمعونا جمعوية في المنطقة. بس هما التجربة لأنهم حتى هما عندهم 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 مغاربة عايشين تما كمهاجرين. ربما هما تيشوفوا أن المغرب ولا عطى واحد النموذج لأنه من بلد مصدر لبلد مستقبل. هذه النقطة ثارتهم ثارت الإعجاب ديالهم وثارت الإعجاب ديالهم حتى طريقة تعامل المغاربة مع الأفارقة لأنه شاف واحد الشهادة حية من الأفارقة بأن المغرب بلد ضيافة وبلد أنه لقاو فيه الفرص العمل والاندماج والأمن كذلك والسلام. شنو ممكن نشوفوا نشاطات ديال الجمعيه؟ ما تتوقفش عند الحد لان غتكون عندنا ان شاء الله في اواخر شهر اكتوبر دوره المهرجان جدبوكلا. وبالمناسبه عن خرجنا من هذا النشاط اللي درناه دابا ان غتكون واحد الليله غنسميوها الليله الافريقيه اللي غيكون فيها اهتمام بالافارقه داخل المهرجان. هذا خرجنا من بين الاثنين توصيات لهذا اللقاء هذا اننا نهتم بهذ الافارقه في الجانب الفني والثقافي لانهم قليل كاين اللي كيهتم بهم في الانشطه. التوقعات ديالنا اننا نعملوا واحد الشعار اللي كان للزور كجمعيه مع جمعيات اخرى هو غير بالفن. يعني اننا نقدروا نسهلوا الاندماج ديال هذه الافارقه عن طريق الفن وعن طريق الثقافه وهذا هو المشروع اللي ربما نخدموا عليه.